بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة يا شباب مع الدرس الثالث من دروس النحو اللي هو اسم المفعول. النهاردة هنغير كلامنا تماما. قبل كده اتكلمنا على اسم الفاعل وقلنا ان اسم الفاعل ده بيشتق من الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من فعل الفعل أو اتصف به. لو يكون مثلا الفعل فهم، اللي بيفهم بنسميه فاهم، واللي بيقرأ بنسميه قارئ، ده اسم فاعل. وجبنا سورة البلغة قلنا برضو بتدل على من فعل الفعل أو اتصف به بكسرة. قلنا مثلا عظمة تبقى عظيم، وهبة تبقى وهاب، حذرة تبقى حذر. النهاردة بقى يا شباب هنتكلم على اسم المفعول. لو احنا اعتبرنا ان اسم الفاعل وصوت المبالغة حاجة شبه اللي انت بتاخدها في الانجليش كده اللي بيسموها الاكتف، اكتف وباسف. الاكتف ده انت عارف مين اللي بيفعل الفعل، لما قلت انا فاهم الدرس ايوة انت عارف مين اللي بيفهم، ونقول مثلا كده فلان سعيد ايوة عارف مين اللي هو اتصف بالسعادة. ولكن النهاردة يا اولاد هنغير الكلام تماما، اللي هو بيشير عندك برضو في الانجليش حاجة اسمها الباسف. يعني مثلا لو انا قلت انا قارئ الدرس وقلت لك ابدا بالدرس، هتقول لي الدرس ايه؟ قارئ برضو ولا الدرس مقروء؟ هتقول لي الدرس اكيد مقروء. هو ده يا جماعه اسم المفعول بالظبط. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اسم المفعول ده. قالوا هو اسم مشتق يا مستر من الفعل المبني للمجهول، وحط 20 خط تحت كلمه المبني للمجهول دي. اوعى تنسى، لازم تجيب فعل مبني للمجهول. وانت طبعا واخد المبني للمجهول قبل كده وانت في اولى اعدادي وعارف ازاي بيكون شكله. والله لو ماضي يضم الاول واكسر ما قبل الاخر، زي كتب، فهم، ضرب، لعن. او لو هو معتل اجوف بتقول بدل ما يقال بتقول قيل، باع، لا بتقول بيع، ده في الماضي. طب المضارع كنت دايما بتضم الاول وتفتح ما قبل الاخر، مثلا يكتب تبقى يكتب، يقول تبقى يقال، يظلم تبقى يظلم. المهم ما تنساش يا أستاذ إن اسم مفعول ده هو بيجي من الفعل المبني للمجهول للدلالة على إيه؟ قالوا الدلالة على من وقع عليه فعل الفعل. مثلا لو قلنا المهمل مضروب بسبب إهماله، كلمة مضروب شفت بقى؟ لو أنا رجعتها للمبني المعلوم أقول لك أنا ضارب للمهمل. طب يبدا بالمهمل، يبقى المهمل ضارب ولا مضروب؟ المهمل مضروب. يبقى مضروب دي يا اولاد هي اسم مفعول. طب كلمه مضروب اسم مفعول. طيب الفعل بتاعها ايه؟ تقدر تقول ضرب او تقدر تقول يضرب، مبني مجهول سواء ماضي او مضارع. كلمه مضروب تدل على من وقع عليه الفعل وهو المهمل. لو قلنا انا فاهم للدرس، فاهم اكيد اسم فاعل. طب لو بدأنا بقى الدرس هنقول الدرس ايه يا شباب؟ ايوه يا مستر برافو، الدرس مفهوم. ماشي، يبقى مفهوم دهيت اسم مفعول. كنت انت بقى ساعتها بقى في الانجليزي بتقول ايه؟ الدرس مفهوم باي كذا. احنا بقى مش عايزين باي دي يا دكتور خالص، عايزين الدرس مفهوم، فمفهوم دهيت اسم ايه؟ مفعول. طيب كيفية صياغة اسم مفعول؟ قالوا بيصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول. طب فاكر بقى لما قلت لك اي فعل ثلاثي بيكون على وزن فعله؟ طب انت عشان تحول فعل المفعول بتزود ايه على فعله؟ بتزود ميم في الاول على فتحه وتزود كمان واو قبل الاخر. طيب ايه رايك في الفعل كتب؟ يلا حط الميم في الاول كده على فتحه تبقى مك، وزود واو بالاخر تبقى مكتوب. ساعه نكتب كلمه مكتوب يبقى اكيد شيء اتكتب اسم مفعول. الدرس مكتوب بخط جيد، الطالب مسؤول من الاستاذ يبقى حد ساله هو الاستاذ، باب المدرسه مفتوح يبقى حد فتحه. يبقى كلمه مكتوب وكلمه مسؤول وكلمه مفتوح كلها اسماء دلت على من وقع عليه فعل الفاعل، فهي بالتالي يا اولاد اسم مفعول. طب بص بقى وركز، بيقول لك لو نظرنا الى افعال هذه الاسماء نجدها كلها افعال ثلاثيه، اللي هو طبعا بدل ما تقول لي بقى كتب، لا هتقول لي كتب. ليه يا مستر؟ اصله بيجي من فعل مبني للمجهول. بدل ما تقول لي سال تقول لي سئل، بدل ما تقول لي فتح تقول لي فتح، الفاء دي عليها ضمه خلي بالك، وتتكسر. طيب لو حبينا نقارن بقى
بين الفعل وبين اسم مفعول، هتجد ان اسم مفعول زيد على حروف الفعل الاصليه من مفتوحه في الاول وكمان واو قبل الاخر، يعني بالبلدي كده هيجي لك على وزن مفعول. طيب في بقى ملحوظه مهمه جدا، ايه رايك لو كان الفعل بتاعك بقى معتل اجوف زي قال مثلا او باع مثلا؟ مبدئيا كده ما تقدرش تقول لي مبيوع ولا مقول، امال هنعمل ايه يا مستر؟ بص يا سيدي وركز معايا، اولا هتجيب المضارع من قال مثلا او باع. طب ليه؟ عشان تعرف اصل العله. ممكن تكتب حضرتك كده كلمه قال قدامك وتحتها كلمه باع وجنب كل واحد هات المضارع. ها المضارع من قال ايه؟ يقول. برافو، شيل الياء اللي في الاول دي بتاع المضارع وحط مين بس على فتحه تبقى مقول، ما تزودش حاجه تاني، ما تزودش واو قبل الاخر تبقى مقول. طب جرب كده باع ها مضارع باع ايه؟ يبيع. حط مين في الاول بس مكان الياء تبقى مبيع، وما تزودش واو قبل الاخر، وانت كده يا استاذ جبت اسم مفعول زي الفل. طب تاني يبقى ناتي بالمضارع نعرف اصل حرف العله واو او ياء، جاء اسم مفعول في على وزن المضارع ويكون على وزن مفعل. عارف ليه على وزن مفعل؟ لان حضرتك بتزود مين في الاول بس وما تزودش واو قبل الاخر، اي لابد ان تحذف واو اسم المفعول لو كان الفعل بتاع حضرتك اجوف. نجيب امثله كمان، قال يقول تبقى مقول، باع يبيع تبقى مبيع، دان يدين تبقى مدين، هان يهين مش يهان تبقى مهين. يبقى اذا كان الفعل المضارع عينه يعني معتل اجوف يعني حرف العله في النص الف، نعرف اصل الالف من المصدر وناتي باسم مفعول على وزن المضارع. ماشي، مثال خاف يخاف. شايف الالف للاسف احنا لازم نجيب اصلها فوق كده، كنت بتجيب المضارع يجيب لك اصل العله على طول، هنا العله موجوده زي ما هي الف، يبقى بلجا للمفعول المطلق اللي احنا مسمينه فوق المصدر. لك نعرفه نعرف اصل الالف من المصدر يعني المفعول المطلق. خوفا خاف خوفا، يبقى الواو يبقى مخوف. هاب يهاب، طب زي ما هي تبقى هيبه تبقى مهيب من الهيبه. نام ينام نوما تبقى منوم. قاد يقود عاديه تبقى مقود. عاب يعيب تبقى معيب. ماشي، لو كان بقى الفعل بتاعكم يا اولاد معتل الاخر زي قضاء زي هدى زي شكا زي دعا هنعمل ايه؟ مبدئيا هنرجع تاني لوزن مفعول. يبقى احنا دلوقتي الفعل الصحيح بيجي على وزن مفعول عادي، الاجوف بس اللي ما بنزودش واو قبل الاخر وبالتالي مش هيبقى على وزن مفعول، شيل واو كده المفعول يبقى مفعل. والتالت بقى يا اولاد اللي هو معتل الاخر ده هنشوف هنتعامل معاه ازاي. اولا هتجيب المضارع ليه؟ عشان تضع مكان حرف مضارع من مفتوحة في الأول. حلو جدا، يعني قضى اكتب كده قضى قدام حضرتك، هات المضارع من قضى يقضي، حط مين في الأول بس وحط شدة على الياء تطلع لك مقضي. طب هات رجاء، هات المضارع يرجو، حط مين في الأول على فتحة وحط شدة على الواو تبقى مرجو. يبقى أنت عندك مقضي زي مهدي زي مرمي، وعندك كمان اخر واو تبقى مرجو مدعو مسمو، كل ده اسم مفعول تكون على وزن مفعول. واذا كان الشكل صحيح مش دالل على وزن مفعول ولكن هو فعلا اسم مفعول، دعا يدعو مدعو، طب سعى يسعى سعيا تبقى مسعي، طوى يطوي مطوي، رمى يرمي مرمي، دنا يدنو مدنو، رجا يرجو مرجو. خلي بالك ماشي، طب ايه على وزن ايه يا مصر؟ على وزن مفعول عادي جدا 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 وما تقلقش. طيب تعال بقى لو كان الفعل بتاع حضرتك غير ثلاثي، هات الفعل على هيئه المضارع، نقلب حرف المضارع الى ميم مضمومه ونكسر ما قبل الاخر. لا نكسر يا مصر، استنى ما ينفعش نكسر ما قبل الاخر يا مصر، لان لو كسرنا ما قبل الاخر يبقى اسم فاعل. برافو عليك، بدل بقى يا استاذ ما تكسر ما قبل الاخر حط الكسره ده هي فتحه، نفتح ما قبل الاخر. عظم يعظم، طيب مين مضمومه؟ مو معظم ولا معظم؟ ايوه معظم، معظم ده يعني حد عظمه، اللي قلت لك كده في الانجليش باي كذا. طب احترم يحترم تبقى محترم؟ لا محترم اسم فاعل، تبقى محترم يعني حد احترمه.
استغفار يستغفر مستغفر. برافو عليك، ايوه كده اظبط. هناك بقى يا اولاد افعال ياتي منها اسم الفاعل مفعول نفس الشكل، فاكرينها الافعال الرخمه دي اللي كنا ذكرناها في اسم الفاعل قبل كده لو تفتكر، زي احتاجه وزي اشتاقه وزي اصطاده وزي اصطافه وزي اهتم وزي اضطر وزي اعتد وزي انحاز وزي اغتاب. اهو اسم الفاعل محتاج واسم مفعول محتاج، لكن شتان في المعنى. انا محتاج للمال، انت اللي احتجت، يبقى اسم فاعل. المال محتاج اليه، يبقى اسم مفعول. انا مشتاق لابي، انت اللي اشتقت، اسم فاعل. الاب مشتاق اليه، يبقى اسم مفعول. انا مصطاد للسمك، انت اللي اصطدت، اسم فاعل. السمك مصطاد مني، يبقى اسم مفعول. اصطاف تبقى مصطاف، اعتاد تبقى معتاد، ارتاد تبقى مرتاد. وبرضه عندك زي اشتد اسم الفاعل مشتد واسم مفعول نفس الفكره، ارتد مرتد، اعتد معتد، امتد ممتد، اختل مختل، احتل محتل. كل ده يا ولاد يمشي اسم فاعل وكمان يمشي اسم مفعول. طب نميز ازاي بقى بين اسم الفاعل واسم مفعول في الحاله ده؟ هي هتقول ارتد الرجل عن الحق، يبقى الرجل مرتد عن الحق، ده هي اسم ايه؟ اسم فاعل. طب الحق مرتد عنه، هتبقى اسم يا اولاد؟ اسم مفعول. اسم ايه يا شباب؟ اسم مفعول. الحق مرتد عنه، هتبقى اسم ايه؟ اسم مفعول. ماشي. اختار الولد مختار لملابسه، اسم فاعل. طب الطالب مختار للتكريم، تبقى اسم ايه يا شباب؟ اسم مفعول. ماشي الكلام. اسرائيل محتل الارض فلسطين، هي اللي احتلت، اسم فاعل. طب فلسطين محتله من اسرائيل، هيبقى اسم ايه؟ مفعول. اسم مفعول يا اولاد ما ننساش تاني انه بيشتق من الفعل المبني للمجهول، عشان كده لما يجي لك في الامتحان ويقول لك هات اسم مفعول، لابد ان انت تجيب كلمه على وزن مفعول او من مضمون مفتوح ما قبل الاخر، والمقوله هات الفعل بتاعها لازم تجيبه مبني للمجهول. يعني ضرب تبقى مضروب، أكل تبقى مأكول. طب أنت تجيب مأكول في الامتحان يبقى الفعل بتاعها أكل، مشروب تبقى شرب، خلاص كده. مبثوث تبقى بثاء، موعود تبقى وعد، مأتي زي مقضي تبقى أتي، مملوء تبقى ملئ، مسروق سرق، مستعمل استعمل، خلاص كده. ما تنساش أبدا إن اسم مفعول بتاعك نوعين، اسم مفعول ثلاثي على وزن مفعول، واسم مفعول غير ثلاثي من مضمون مفتوح ما قبل الآخر. ولكن الثلاثي ممكن ما يجيش على وزن مفعول لو كان فعل معتل اقوى، فاكرين زي قال مقول تبقى مقول، باع مبيع تبقى مبيع. وطبعا غير الثلاثي ما تنساش تجيب المضارع، ده حرف مضارع من مضمومه ونفتح ما قبل الاخر. طب لو كان ثلاثي ومضاعف معتل الاخر زي قضى، حط الشده في الاخر يا بطل ومن في الاول بس، زي مقضي زي مرمي. طيب لو كان بقى يا مستر اجوب، قال لك نضع نجيب اصل العله ونحط من في الاول بس، زي باع يبيع تبقى مبيع، قال يقول تبقى مقول، انما لو معتل الاخر زي دعا يدع تبقى مدعو، قضى يقضي تبقى مقضي. في بقى شويه حاجات جميله جدا بيقول لك بقى ايه، هناك شويه كلمات شذت عن القاعده. شذت عن القاعده زي مصر، يعني مش باين انها على وزن مفعول خالص ولكن هي اسم مفعول. زي ايه يا مستر؟ هقول لك انا يا استاذ زي ايه. بص كده معايا، مهم جدا، هناك كلمات شاذه جاءت كاسم مفعول للثلاثي من غير قاعده. جريح، هي مثلا على وزن فعيل صوت مبالغه، ما هي ما دلتش على فعل شيء بكسره، وفي كسيد الجرح مثلا. لا، جريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، وسجين بمعنى مسجون، يبقى ده اسم مفعول لكن على غير القياس. ماشي، اسم مفعول بقى من غير الثلاثي، ناتي بالفعل المضارع، اقلب حرف مضارع الى ميم مضمومه وافتح ما قبل الايه؟ الاخر. وما تنساش ان في اسماء كمان بتتشابه مع اسم الفاعل، زي محتاج ومختار ومحتل ومبتد، وبنفرق ساعتها من الكلام، زي الفتاه مختاره لملابسها اسم فاعل، الفتاه او الهديه مختاره بعنايه شديده، الهديه المختاره هنا يا اولاد اسم مفعول، لان الهديه حد اختارها. وبكده انتهينا من الدرس الثالث اسم مفعول. استودعكم الله الذي لا تضيع له الودائع.